النهارده الحقيقه في كلامنا هنطرح اسئله مهمه جدا، يمكن تكون بتدور في اذهاننا واذهان ناس كتير عايزه تعرف اجابتها. هنتكلم عن كيف نشأ الكون، وهل الكون ده بيتوسع؟ هل بالفعل هناك دخان كوني هائل يسبح في الكون؟ هل هناك كائنات ذكيه تعيش في الفضاء؟ هل بالفعل هينتهي الكون بانهيار مرعب؟ ايه اللي بيقوله العلم الحديث؟ وإيه اللي أنبأ بيه القرآن الكريم حوالين القضايا دي، القضايا الكونية الدقيقة اللي دايماً بنطرحها مع حضراتكم ومع المفكر الإسلامي دكتور عبد الدهيم كحيل. برحب بحضرتك. يا أهلاً وسهلاً، بارك الله بكم ونفع بكم إن شاء الله. إن شاء الله اليوم تكون حلقة يعني فيها الكثير من الفائدة والعلم عن حقائق الكون بين العلم والإيمان، وكيف وصف القرآن بدقة كل ما يكتشفه العلم الحديث من حقائق كونية وفي مجال السماء والفضاء، علم الفضاء. إن شاء الله. الحقيقة احنا متعودين ان دايما ناخد معلومات مختلفة وجديدة جدا من حضرتك في حلقات. وازاي نشأ الكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة الأساطير نسجت حول نشأة الكون منذ آلاف السنين. صحيح. الاعتقاد السائد زمن نزول القرآن، وهذا الذي يهمني الآن، أن الثقافة المنتشرة زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعث في القرن السابع الميلادي. في القرن السابع انتشرت ثقافة الكون الأزلي. كون أزلي أي كون دائم، وجد هكذا وسيستمر هكذا ولن ينتهي أبدا. وبالتالي فإن الملحدين والمشككين كانوا يعتقدون أن هذا الكون ليس له بداية وليس له نهاية. ولكن جاء العصر الحديث تقريبا قبل 100 سنة أو أقل، يعني في منتصف القرن التاسع العشرين الماضي، بدأ العلماء يتحدثون عن انفجار كوني عظيم تشكلت بنتيجته النجوم والمجرات والكواكب والسحب الكونية وكل ما نراه في الكون. فهذه المجرات من 100 سنة بس تقريبا، في بداية القرن العشرين 100 سنة تقريبا يعني. قبل ذلك كان الناس يتخبطون، هل الكون أزلي؟ هل الكون له بداية؟ هل له نهاية؟ إلى آخره يعني. فعندما جاء العالم اسمه هابل، هابل هذا العالم، ويوجد مرصد باسمه في الفضاء الخارجي مشهور جدا. المرصد هذا فيه عدسة تلتقط صور دقيقة جدا مثل التي نراها أمامنا للنجوم، الكواكب، المجرات. الحقيقة هذا المرصد غير نظرتنا عن الكون. هذا العالم ماذا اقترح قبل تقريبا أقل من 100 سنة؟ وجد أن هذه النجوم تهرب مبتعدة عنا، هذه النجوم المجرات تسير بسرعة هائلة مبتعدة. كيف علم ذلك؟ من خلال ظاهرة تسمى الانحراف نحو اللون الأحمر. ماذا يعني ذلك؟ أنا لدي جسم يتحرك، تمام. الجسم هذا المتحرك أمامنا عندما يقترب مني بسرعة، إذا كانت سرعته كبيرة جدا، أيوه، فإن الضوء المنبعث منه، الطيف الضوئي، أرى فيه انحرافا نحو اللون الأزرق. إذا كان يعني، لأن الطيف الضوئي 7 ألوان، من اللون الأزرق في الأسفل إلى اللون الأحمر. فعندما يبتعد هذا الجسم عنا، فإن طول الموجة الضوئية القادمة منه تصبح أطول قليلا، والضوء الأحمر معروف طول الموجة أكبر من الأزرق. يعني لكي أحب فقط ينتبهوا لهذه النقطة، الطيف الضوئي 7 ألوان. اللون الأحمر موجته طويلة، يعني بطيء، سرعته أبطأ، تردد منخفض، يعني موجته طويلة. ثم تأتي بقية الألوان حتى اللون الأزرق أو البنفسجي. اللون البنفسجي موجته قصيرة جدا وتردده عالي. أيوة.
لذلك الأشعة فوق البنفسجية ضارة. لماذا؟ لأن التردد عالي، الذبذبة عالية جدا، بينما الأشعة تسمى تحت الحمراء، تحت الحمراء مثل الحرارة، الأشعة الحرارية ليس فيها ضرر لأنها منخفضة التردد. فهذا الجسم عندما يقترب مني، ما الذي يحدث؟ الضوء عبارة عن موجات، هذه الموجات عندما تقترب مني تقريبا تعاني من انضغاط، من قصر، أنا أراها هكذا، تنحرف نحو اللون الأزرق أو البنفسجي. ولكن هذا الجسم أو هذا النجم عندما يبتعد عني، طول الموجة القادمة منه تصبح ماذا؟ أطول، لأنه يبتعد. إذا كلما ابتعد الموجة تصبح أطول، يعني الانحراف يكون نحو اللون ذي الموجة الطويلة وهو الأحمر. بينما عندما تقترب هذه المجرة منا نشعر وكأن طول الموجة الضوئية ينضغط، فتصبح الذبذبة أعلى والموجة أقصر، وهذا يسمى انحراف نحو اللون الأزرق. طيب، عندما راقب هذا العالم المجرات والنجوم وجد أن معظم هذه المجرات تنحرف نحو اللون الأحمر. هو لم يراها تتحرك، فقال إن هي كده بتبعد. نعم. بما أنه عندما خدناهم دول فيزياء بقى، رجعونا للحاجات اللي كنا بندرسها. فعندما رصد هذه الأشعة الضوئية القادمة من النجوم والمجرات البعيدة وحللها في المختبر، وحلل هذا الطيف الضوئي، وجد أنه منحرف نحو اللون الأحمر. فاستنتج أن هذه المجرات تهرب بسرعة كبيرة جدا، مبتعدة عنا وفي كل الاتجاهات. طيب، ماذا يعني ذلك؟ ده وصلوا لإيه؟ قال بما أن هذه المجرات تتحرك، لابد أنها قبل مثلا 100 سنة كانت أقرب، قبل 1000 سنة كانت أقرب، طيب قبل 1 مليار سنة، حتى وصل أن هذه المجرات كلها كانت كتلة واحدة. وحصل الانفجار اللي هو بيتكلم عليه، يسمونه انفجار، ولكن حقيقة تبين حديثا أنه لا يوجد انفجار في الكون، لأن الانفجار يعطي الفوضى ويولد الكوارث. صحيح. يعني لا يوجد انفجار يبني نظاما بديعا يطلع منه كل الشكل البديع ده، الإتقان والإبداع. لكن هو لو انفجار هيبقى الدنيا كلها عشوائي، شكلها وحش. لذلك كلمة بيج بانج هذه وضعت كما قلت يعني قبل تقريبا 100 سنة أو أقل. وضع هذا المصطلح للتعبير عن بداية الكون. هو الفكر الإلحادي دائما يهدف أن يقول لك كل شيء بالمصادفة. ما فيش الله، لأنه لو قال هناك عمل منظم في بداية الكون سيضطر إلى القول ماذا؟ أن هناك منظم عليم حكيم مبدع، ولا يريد أن يقول ذلك. فقال هناك انفجار عشوائي. طيب، هذا المصطلح لم يصمد أمام الحقائق العلمية الحديثة. ففي القرن 21 تبين أن الكون في بداية خلقه لم يخضع لأي انفجار على الإطلاق، ما كانش فيه أصلاً، وأن الصور التي تم رسمها بواسطة 3D مثلا، هذه الصور ليس لها وجود إلا في خيال المؤلف، في الواقع لا يوجد هذا الشيء. فظهرت نظرية حديثة الآن يتكلمون عنها، هي نظرية التوسع الكبير. انظري، لم يعد هناك انفجار عشوائيا، التوسع بقى في نظرية جديدة اسمها التوسع. التوسع الكبير أو التضخم المفاجئ، أن الكون كان كتلة صغيرة جدا ولكن هذه الكتلة لم تنفجر، إنما بدأت فجأة تتسع وتتضخم، وبعد ذلك تشكلت الإلكترونات والفوتونات الضوئية والذرات وبعدها المجرات وإلى آخره. طيب، هذه النظرية، وهو ده بيحصل لهم أو بيقولوه من كتر برضه هم أصلا بيدرسوا، يعني هم عندهم علم وبيكتشفوا الذرة وبيكتشفوا الكائنات والحاجات اللي موجودة في الكون،
فبالتالي ما بيحاولوا يشوفوا لها تحليل. بالضبط. يعني دائما العلوم الكونية قائمة على المشاهدة والتجربة، ولكن وراء هذه المشاهدات هو يوجد إنكار للخالق. يعني هو يحتال على الحقيقة العلمية ليقنعك أنه لا يوجد خالق للكون. فحتى نظرية التوسع المفاجئ لم تقل هناك من خلق هذه الكتلة الابتدائية التي نشأ منها الكون، كانت صغيرة وتوسعت. نعم. برضو. ولا يعترفون أن القوانين التي نشأت مع خلق الكون، وهي قوانين دقيقة جدا جدا، لا يعترفون أن هذه القوانين هناك من أوجدها، بل يقولون هذه نشأت بالصدفة. لاحظتي؟ أيوة. فهنا أصبح لدينا حقيقة علمية اليوم، يعني اليوم لا أحد يشك فيها أن الكون له بداية. يعني لا يوجد عالم فلك اليوم يقول إن الكون أزل، انتهت. كده. فهذه شكلت ضربة قاصمة للملحدين وفكر الإلحاد، أنه لا يوجد كون أزلي. طيب، إذن أصبح لدينا أول حقيقة أن هناك بداية للكون، إذن هناك بداية للخلق، إذن هناك خالق، إذن هناك خالق. طيب، هذه البداية كيف كانت؟ العلماء عندما درسوا شكل المجرات وتوزعها في الكون، وجدوا أن الكون بدأ بالتوسع، ثم بدأت عملية خلق، أو علميا لا يقولون خلق، يقولون تشكل أو تطور، يعني أيوه. النجوم، المجرات، الكواكب، ولكن كانت تسير باتجاه مثل الشبكة، مثل النسيج. لذلك يعني كلها مع بعض في وقت واحد؟ بالضبط، كله يتوسع باتجاه ثلاثي الأبعاد. يعني هناك هذه المجرات تتشكل وتنشأ وتتوسع، ولكن ليس عشوائيا. أيضا هذه حقيقة لم تكتشف إلا في القرن الحادي والعشرين الآن. سبحان الله. كان في القرن العشرين يظنون أن هذه المجرات تتشكل وتنتشر عشوائيا، ولكن الصور والحقائق والدراسات بيّنت أنه لا يوجد عشوائية. هناك انتشار أشبه بنسيج تسير عبره هذه المجرات، يعني المجرة التي تشكلت قبل مثلا مليار سنة، أو كما يقولون عمر الكون 13 مليار سنة تقريبا. المجرة التي تشكلت قبل مليارات السنين، هذه المجرة لا تسير عشوائيا، بل لها خط دقيق تسير عليه، والأخرى تسير هكذا، والثالثة، حتى تشكل نسيجا يشبه نسيج العنكبوت، نسيج محبوك. هنا طبعا نحن سنتحدث لاحقا عن هذا الأمر عندما وصف الله تعالى السماء، قال والسماء ذات الحبك، وصفها بأنها حبك، أي نسيج ولكن محكم. لأن كلمة نسيج قد يكون مفكك، قد يكون ضعيف، قد يكون غير متقن. أما النسيج القوي المحكم المتعدد، يعني في كل اتجاهات ثلاث الأبعاد، اختصره القرآن بكلمة هي الحبك، جمع. فحبك أي أتقن النسيج، يعني لم يقل والسماء ذات النسيج، بينما العلماء يقولون النسيج عبارة عن كتلة، كمية هائلة من المجرات تصطف على خيوط دقيقة وطويلة وتشكل هذا الكون. والنسيج هذا أولا محكم ومتماسك، وفيه قوى جاذبية هائلة تمسكه، ويصفونه أيضا بأنه فيه مثل الطرق، سبحان الله، يعني تسير في طرق هذه المجرات، يسمونها هاي ويز. فيصفونه بتقريبا عشرات الكلمات. لو جئنا لكلمة الحبك في القرآن، هي شاملة لكل المعاني، وذهبنا إلى تفسير مثل مثلا تفسير الطبري، شيخ المفسرين رحمه الله، يقول لها سبعة معاني. أولا النسيج المحكم، ومن معانيها الطرق أيضا، ومن معانيها الأمواج هذه التي ترسمها المياه على شاطئ البحر، هذه التجعدات من معاني كلمة الحبك. وبالفعل من معانيها لفظا. نعم. الحبك، الحبك كانت العرب تقول عندما ترى على الكثبان الرملية ما تحدثه الرياح
من أمواج هكذا على الكثبان الرملية نراها. وما تحدثه الماء عندما تأتي فوق الرمال الشاطئ فتحدث هذه التجعدات هكذا، ريبلز، تسمى ريبلز باللغة الإنجليزية. فهذه هي الحبك، هكذا يقول القرطبي قبل أكثر من 1000 سنة. فتبين حديثا أن الكون أيضا في بدايات خلقه ليس فقط تشكلت هذه المجرات، لا، هو أطلق موجات اسمها موجات الجاذبية في بدايات خلق الكون. أطلق موجات اسمها موجات الجاذبية، هي التي تحكم وجودنا الآن. لولا هذه الموجات لم نكن موجود. لم يكن هناك حياة أصلا. أيوة صحيح. فهذه الموجات تسمى موجات الجاذبية، أطلقها الكون. يقولون إن شكلها يشبه الموجات. ما تحدثه الماء على الرمال الشاطئ، هذا التجعدات هذه وهي الحبك. ينبغي أن نقول له الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أول شيء يجب أن نخبره بالصانع، حقيقة الصانع، من الذي صنع. يعني أنا لا أستطيع أن أنكر مثلا الشركة التي صنعت جهاز آيفون وأقول لا وجود لها، يعني هذا ليس فيه أمانة علمية حتى. يجب أن أنسب هذا الشيء الموجود لصانعه. فصانع الكون هو الله. فلذلك نحن الآن تحدثنا علميا عن الكون، كيف نشأ، كيف توسع، وكيف أن عملية خلق الكون، أو دعيني أستخدم المصطلحات العلمية، عملية نشوء الكون وتطوره تتم بنظام وإحكام. وأنا أتحدث الآن حسب علماء الفلك اليوم في القرن 21، يقولون نعم، يقولون إن عملية تشكل الكون وتوسعه كانت دقيقة جدا، لدرجة أنه لو تغير أحد الثوابت الكونية قليلا جدا لانهار الكون على نفسه. ما هي الثوابت الكونية؟ يعني مثلا لدينا سرعة الضوء بحدود 300,000 كيلومتر في الثانية، هذا ثابت كوني. الإلكترون له كتلة محددة، لها قيمة محددة، هذا ثابت كوني. كتلة البروتون داخل الذرة الذي شحنته موجبة له، هذا ثابت كوني. التجاذب الكوني أو قانون الجاذبية الذي هو عبارة عن ثابت مضروب في كتلة الجسمين المتجاذبين على مربع البعد بينهما، هذا القانون ثابت كوني. فهناك عشرات الثوابت الكونية، ثابت بلانك وثابت كذا وثابت كذا، معروفة في الفيزياء. هذه الثوابت لو تغيرت قليلا، يعني سرعة الضوء لو لم تكن 300,000 كيلومتر في الثانية، لو شاءت الصدفة كما يقولون، وكانت سرعة الضوء 200,000 كيلومتر في الثانية، لن يستطيع الكون أن ينشأ ويتوسع ونراه بهذا الشكل. سبحان الله. سيدمر نفسه. كل الثوابت الكونية دي اكتشفها العلماء مع الوقت. بس دلوقتي في القرن العشرين لكن هي ثوابت كونية ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها. بالضبط. هم يقولون الطبيعة أرادت أن تكون الثوابت الكونية هكذا بالشكل ده، بهذه يعني الطبيعة لها إرادة والخالق. نعم. فقاموا بوضع ثابت يسمى الثابت الكوني العام. نتيجة ضرب هذه الثوابت ببعضها فنتج لدينا رقم هو 1/1 بجانبه 123 صفر. يعني لدي قسمنا 1 على تريليون 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 10 مرات. عشر مرات تقريبا 123 صفر. أو على 100 تريليون تريليون تريليون، هكذا 10 مرات. سنخرج برقم ضئيل جدا جدا جدا، يعني 0.12001 أو 123 صفر واحد. كم هذا الرقم ضئيل جدا. هذا الرقم يقول عنه العلماء إن تخيل أن الكرة الأرضية أوقفناها على رأس دبوس، كلها وقفت على رأس إبرة. طيب كم حجم التوازن هنا؟ يعني ربما فيش يعني أقل شيء. فهذا هو الكون في بداية خلقه، كأننا أمام أرض تقف على رأس إبرة. سبحان الله.
سبحان الله. فهو دقيق جدا جدا لدرجة أن اليوم العلماء لا يقول أحد منهم إن هذا جاء بالمصادفة. فبدأوا يقولون هناك قوة صنعت هذا ولكن نحن لا نعلم. لا يقولون الله، يقولون قوة في الطبيعة. طيب الآن أصبح لدينا نتيجة مهمة، أن الكون له بداية، له بداية وله صانع. نعم، والكون خلق أو نشأ من كتلة واحدة. لأننا إذا جئنا بهذه المجرات ورجعنا للماضي نجد أنها لأن حسب نظرية أو حسب حقيقة التوسع التباعد هذا انحراف نحو اللون الأحمر. طيب إذا الحقيقة الثانية أنها كانت كتلة واحدة. الحقيقة الثالثة أنها توسعت وخلقت هذه الأجرام الكونية مجرات وكذا، ولكن بنظام النسيج المحكم. محكم. نعم. وبعد ذلك تشكل الماء الذي هو أساس الحياة كمراحل زمنية نحن نتحدث. أيوه. طيب الآن هذا نراه الآن علميا ورأيناه أمامنا. طيب القرآن ماذا يقول؟ طيب القرآن يقول في سورة الأنبياء، يتحدث عن هذه بدقة مذهلة، يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق والفتق كأن هناك قطعة قماش منسوجة ويتم متداخل في بعضه فتقها وتباعد هذه الله. يعني كأن الخيوط الكونية هذه والمجرات كانت كلها كتلة واحدة. الرتق يعني كتلة واحدة، السد يعني معنى السد يعني كتلة واحدة. ففتقناهما يعني هذه الخيوط من المجرات بدأت تتباعد ولكن بنظام يوحي بالنسيج، لأن كلمة رتق وفتق تستخدم مع القماش حتى نحن باللغة العامية نقول رتق أو نعم. طيب أولم يرى الذين كفروا، لماذا قال الذين كفروا؟ علشان هم الملحدين أو المشككين أو كده. نعم لأن الله يعلم أن الذي سيكتشف هذه الحقائق غير مسلمين. سبحان الله. لاحظتي؟ لذلك وجه الخطاب لهم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما نحن. إذن هنا أخبرك أن الله هو الصانع. ثم قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب أفلا يؤمنون؟ أفلا يؤمنون أن الله هو من صنع هذه المعجزات بعد ما اكتشفوها بنفسهم؟ يعني بالزبط. أنا بشخصي اللي اكتشفت أنه هو الكلام ده صحيح وأنه الكلام ده حقيقة علمية. نعم بعض المشككين قال طيب لماذا تنتظرون الغرب ليكتشف ما دام هذا العلم موجود في القرآن؟ فنقول لهم إن القرآن تنبأ بمن سيكتشف هذه الحقائق، لذلك وجه الخطاب لهم أولم يرى الذين كفروا، يعني كفروا بهذا القرآن، يعني أنكروا القرآن. كلمة كفر يعني جحد وأنكر. هم أنكروا هذا القرآن وقالوا هو أساطير وخرافات. ولكنهم وجدوا بالفعل حقيقة الرتق والفتق والتوسع الكوني. وبالتالي ماذا كانت النتيجة؟ أنهم لم يؤمنوا. لذلك الله قال لهم أفلا يؤمنون؟ أفلا يؤمنون. طب هو أصلا الإنسان المسلم أو المؤمن يعني بيبقى يعني عنده يقين بربنا سبحانه وتعالى أنه هو خالق الكون ده وكل شيء في الكون بيحصل بإحكام منه هو بقدره هو سبحانه وتعالى. أما المشكك ده هو اللي بيقعد يدور بقى على إيه الحاجات أو إيه يعني ايه السبب في ده في وجود ده او ازاي ده حصل او هل ده فعلا ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه ولا لا او هل في حاجه تانية غير كده نظريه علميه زي اللي هم حاولوا ان هم يقولوها في الاول او كده. فاعتقد ان ده منطقي ان هم كمان اللي يكتشفوا ده بنفسهم. بالضبط. لذلك نجد ان ايات الاعجاز العلمي في القران الكريم تخاطب اصلا المشككين. يعني في القران لا يقول يا ايها الذين امنوا ألم تروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ بل يخاطب الكافرين مثلا قل انظروا
ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب هنا بعد أن رأينا أن القرآن تحدث بدقة مذهلة عن بداية خلق الكون ولم يقل انفجار، كلمة صحيح. انفجار غير واردة، نعم، لأنه الانفجار يعطي العشوائية. قال رتقا ففتقناهما. طيب هذا الرتق والفتق يقتضي حقيقة التوسع، أن الكون يتوسع. طيب هنا أيضا هذا العالم هابل وضع نظرية التوسع الكوني، ولكن هذه النظرية في عام على ما أعتقد 2011 أصبحت حقيقة علمية، نال عليها 3 علماء جائزة نوبل على إثباتهم وجود توسع كوني تم قياسه بالأرقام. سرعة هروب المجرات كم كيلومتر في الثانية، وكيف تتجه هذه المجرات، وكيف يتوسع الكون. فلذلك في ذلك العام تم منح 3 من العلماء جائزة نوبل على الاكتشاف، على حقيقة ذكرها القرآن قبل 1400 سنة. ذكرت في القرآن. القرآن ماذا قال؟ طبعا اعتمدوا هم في اكتشافهم على شيء اسمه البناء الكوني. أولا هناك التوسع هذا يخضع لبناء، يعني هو ليس مجرد مثلا ذرات هواء تنتشر هكذا، لا، هناك بنية للكون ويسمى كوسميك بيلدينج، بناء كوني، اكتشف حديثا أيضا. لأنهم كانوا يقولون الكون عبارة عن فضاء، سبيس، فضاء. تبين أن الكون ليس مجرد مجرات ونجوم، لا، وليس هو غبار كوني أو دخان كوني أو نجوم، النجم الطارق والثاقب وكذا، لا، هناك موجات جاذبية تنتشر في الكون، هناك أشعة كونية تملأ الكون، هناك كل مليمتر في الكون إما فيه مادة أو طاقة، مادة أو طاقة، نعم. وهناك 95% من الكون لا نراه بأعيننا، سمي الطاقة المظلمة والمادة المظلمة. يعني الكون الآن نحن ما نراه أقل من 5%، سبحان الله، كل هذه المجرات والكواكب 5% أو أقل حتى. طب 95% أين؟ وجدوا أن هناك مادة مظلمة وطاقة مظلمة. لذلك الآن لم يعد هناك يعني طرح لمصطلح فضاء، أصبح هذا المصطلح لا معنى له. يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك هناك مليمتر في الكون فارغ، لا، إما فيه مادة، وإذا كان فارغا لا يكون فارغا، فيه طاقة، إذا لا يوجد فراغ. إذا لدينا حقيقة أن الكون مبني بناء محكما ويتوسع، يعني حقيقتين. طيب القرآن هنا في سورة الذاريات ماذا قال؟ قال والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون. فذكر حقيقة البناء أولا ثم التوسع، وهذا الترتيب المنطقي. يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث عن توسع بدون بناء. وده الترتيب اللي هم كمان اكتشفوه كعلماء. بالضبط، هم بدأوا يكتشفون بنية الكون، وأن كما قلنا هذه المجرات لا تسير عشوائيا، بل كل مجرة في مكانها الدقيق، وحتى تتحرك وتتوسع على طرق ما يشبه الطرق السريعة، هاي ويز. فهنا بنتكلم على الكون، نعم، الكون مش على الأرض المرئي، نعم. الكون المرئي، هناك كون غير مرئي، 95% غير مرئي، موجود ولكن لا نرى، ولم يكتشفه أحد، ولكن هو موجود. الأرقام تدل عليه، القياسات أو المعادلات الرياضية تدل عليه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب كلمة، لماذا لم يقل وسعناها؟ ما بنيناها ماضي، والسماء بنيناها فعل ماضي، بينما لموسعون موسع يعني مستمر. اذا البناء تم خلاص، لكن التوسع ده مستمر. فالدقه هنا كلغه
وإن لموسعون. يعني فيها معنى صيغة فاعل يعني اسم فاعل فيه استمرارية في العمل. مثل الإنسان نقول عنه قام وإنسان قائم مستمر. مثلا أكل ويأكل والناس عارفة يعني بيأكل لسه بيأكل. أيوة بالضبط بها المعنى هذا. فإذا هنا أصبح لدينا القرآن تحدث عن ماذا؟ عن حقيقة بداية الكون وحقيقة توسع الكون. طيب الآن أنا لدي بس كمان ربنا سبحانه وتعالى ما اتكلم على السماء وقال يعني ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. طبعا حضرتك نعم لسه هتشرح لنا. نعم نعم نعم. بس قصدي انه هنا برضو فيها يعني احكام وفيها تسويه وفيها مش يعني فيها فعل، مش حاجه زي ما كانوا هم بيقولوا برضو موضوع الانفجار ده زي ما حضرتك قلت الانفجار عشوائيه. لكن بالضبط بالضبط تمام تمام هذا الكلام صحيح. فنحن بين بدايه الكون ونهايه الكون لدينا عمليات تتم منها التوسع ومنها أيضا حقيقة الدخان الكوني. يعني أنا لا أستطيع أن أدرس الكون من دون أن أتعرف على ما يسمى بالدخان الكوني. ما أهمية الدخان الكوني؟ منه تنشأ النجوم والمجرات وتنشأ الكواكب، وأرضنا نشأت من الغبار الكوني. هذه الأرض نشأت من الغبار الكوني. طيب كيف؟ الكون في بدايات خلقه كما قلنا بدأت تتشكل الفوتونات الضوئية الضوء، وتتشكل الذرات بعد ذلك، وهذه الذرات طبعا شكلت ما يسمى بالدخان الكوني. يعني بدأت تتشكل العناصر الأثقل من الهيدروجين مثل الكربون والأكسجين وكذا إلى آخره. يعني فهذه العناصر تشكل منها السحب الدخانية في الكون. السحب الدخانية هذه السحب تشكلت منها النجوم، لذلك يقولون إن النجوم تخلق وتولد داخل هذا الدخان الكوني. طيب هذا الدخان الكوني كانوا يسمونه غبار كوني. وحتى عام 2000 أنا أتذكر أحد الملحدين راسلني قبل أكثر من 20 سنة وقال إن القرآن فيه خطأ علمي لأنكم تقولون ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ولكن العلم اكتشف أن الكون في بدايات تشكله كان عبارة عن غاز هيدروجين، هو أخف العناصر، وبدأ خلق النجوم والمجرات من هذا الغاز الهيدروجين الذي هو عبارة عن ذرة فيه إلكترون سالب يدور حول بروتون موجب. هذا أخف العناصر في الطبيعة. طبعا غاز الهيدروجين نحن نملأ به ما يسمى بألعاب الأطفال البوالين، لذلك تطير هذه ترتفع بسبب خفة وزنه، يعني لكي يتخيل المشاهدون الكرام. طبعا هذا يعني أنا سبب لي مشكلة، هل يعقل أن يكون في القرآن خطأ علمي؟ لا طبعا مشكلة. القرآن يقول دخان. طبعا قال أنا سألت أحد الباحثين فقال لي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة غاز لم تكن موجودة وكلمة هيدروجين لم تكن موجودة، فاستخدم القرآن أقرب كلمة هي دخان إنها قريبة. ده تحليل يعني تحليل. كان حد قال كده. ولكن أنا لم أقتنع بهذا التحليل لأن الله هو الذي خلق الكون وأنزل القرآن، غير عاجز أن يختار الكلمة الصحيحة. صحيح. يعني نحن كبشر إذا لم نجد كلمة نحط بدلها تناسب نختار كلمة أخرى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا، هذا إله سبحانه وتعالى يقول كتاب أحكمت آياته. ده السورة سورة الدخان يعني، وهناك سورة في القرآن سورة الدخان يعني. فهذا ما جعلني أبحث حقيقة أشهر أو سنوات حتى أتذكر قبل يعني أتذكر قبل 20 سنة 2003-2004 وجدت بحثا على موقع وكالة ناسا للفضاء الأمريكية يقولون لأول مرة العلماء يكتشفون الدخان الكوني. يعني تصوري
كلمة دخان فقط من 20 سنة بدأ العلماء يستخدمونها. اكتشفوها. نعم. طيب كيف حدث هذا الاكتشاف؟ قال كانت هناك مركبة فضائية، وعندما عادت التقطت بعض ذرات من الغبار الكوني، هم يسمونه كوسميك داست، غبار كوني. وحتى الآن هذه التسمية الخاطئة تستخدم حتى الآن، غبار. فجاءوا بها إلى مختبرات وكالة ناسا وأخضعوا هذه العينة العينات إلى، معنا فيديو هنا، الدخان الكوني ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يمكن أن نشاهده ونحن نتحدث. فهذه الذرات أو الجزيئات التي وجدوها عندما أخضعوها للمجهر الإلكتروني، يعني تم تكبيرها أكثر من 10,000 مرة، ماذا كانت النتيجة؟ قالوا هذه الجزيئات لا تشبه، لا تشبه الغبار أبدا. نعم، لا تشبه الغبار أبدا. ده الفيديو ولا ده فيديو النجوم؟ هناك فيديو أنا وضعت له عنوان ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا الفيديو فيه دخان، سوف نرى بعد قليل السحب الدخانية. لا، هذا فيديو نهاية الكون. يعني هذا سنتحدث عنه في آخر الحلقة. يا جماعة لو ينفع تجيبوا لنا الفيديو بتاع فيديو الدخان. اسمه ثم استوى إلى السماء وهي دخان. نعم، دخان الكون. نعم. فعندما أخضعوا هذه الجزيئات للمخبر، هذا هو الدخان الكوني كما نرى. سحب كونية تنتشر في الكون. وجاء العلماء ببعض الجزيئات وأخضعوها للتحليل، وهم كانوا يعتقدون أن الكون فيه غبار كوني. طيب ماذا وجدوا بعد ذلك؟ وجدوا أن هذه الذرات أو هذه الجزيئات ليس لها علاقة بالغبار، لأن الغبار المنزلي الذي نعرفه له تركيب مختلف. فوجدوا أن هذه الجزيئات أفضل وصف لها الدخان. هي كلمة دخان أو سموك باللغة الإنجليزية. تركيبها، تركيب لأن الدخان فيه مئات المواد، فيه الكربون وفي مواد كثيرة جدا يعني، غير الغبار. وبالتالي قالوا إن الكون كان مليئا في بدايات خلقه بالدخان الكوني. سبحان الله. فأنا طبعا أخذت هذا الاكتشاف ووضعت مقالة على الموقع الإلكتروني، هذا قديما يعني قبل يوتيوب، على الموقع الإلكتروني، وقلت العلماء بالفعل يكتشفون الدخان الكوني، ويقولون إن هذا الدخان تشكل مع بدايات خلق الكون، يعني قديم، ومنه خلقت السماء والأرض. طيب هنا لو رجعنا إلى القرآن الكريم، ماذا يقول عن هذه الحقيقة؟ القرآن هنا يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم يسرد لنا قصة خلق الأرض وتقدير الأقوات والأرزاق كذا، وبعد ذلك يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان. لاحظي، لا زال يتحدث عن ماذا؟ عن بدايات الخلق. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن 7 سماوات. إذن عملية الخلق لا زالت مستمرة. هناك عملية تسوية، يعني عملية فصلة بناء. إذن ثم استوى إلى السماء، السماوات 7 كانت سماء واحدة فقط، ولكن هذه السماء كانت دخان. سبحان الله، قبل سنوات قليلة نشر الباحثون أيضا دراسة علمية يقولون إن الكون كان أشبه بغرفة مليئة بالدخان. يعني تقريبا هم يفسرون الآية الكريمة، صحيح، غرفة مليئة بالدخان. الله يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يعني الكون كان عبارة عن دخان، مثل غرفة مليئة بالدخان. يعني هم كأنهم يفسرون هذه الآية. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا
أخفض السماء الأولى يعني بمصابيح وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. طب لماذا قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح؟ لماذا لم يقل بالنجوم؟ لماذا لم يقل بسدم كونية، بكواكب؟ هنا لأن القرآن يتحدث عن بداية خلق الكون. في بداية خلق الكون العلماء يقولون إن أقدم نجوم تشكلت مع بداية خلق الكون تسمى الكوازرات. هذه الكوازرات قديمة جدا، أفضل تسمية لها أن نسميها بالمصابيح الكونية، فلاش لايتس، هم يسمونها كذلك أصلا، يعني هم كمان بيسموها كده. نعم، يقولون لأن النجم الواحد يعطي إضاءة تعادل مليارات النجوم. نعم، هنا كل هذه الصور تصور لنا هنا بداية خلق الكون وكيف تتشكل هنا الدخان الكوني وكيف تنشأ منه النجوم وهذه المصابيح. فهذه النجوم التي نشأت مع بداية خلق الكون التسمية الرائعة لها أن تسمى مصابيح، لأنها تضيء الدخان الكوني حولها. يعني العلماء عندما اكتشفوا أن الكون كان مليئا بالدخان، كيف رأوا هذا الدخان؟ من خلال هذه المصابيح. هذه المصابيح كانت نجوم، المصباح الواحد أو النجم الواحد يعطي إضاءة تعادل آلاف أو ملايين وربما مليارات النجوم مجتمعة. يعني تخيلي أن نجمع مليار نجم ويبقى ده في كتلة صغيرة، هذا هو المصباح الكوني. لذلك هنا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم قال بعد ذلك في مرحلة البدايات وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. كأن هذه المصابيح تحفظ الكون، لأن هذا الكون من دون هذا العدد الهائل من النجوم والمجرات، نحن على الأرض، الأرض لم تنشأ أصلا، لأن الأرض نشأت متأخرة بعد خلق المادة الغبار الكوني، بدأت الأرض بالتشكل. إذن هنا أصبح لدينا الأحبة لكي يتابعوا معنا حقيقة بداية خلق الكون تحدث عنها القرآن، يعني إن في بداية. نعم، ووصفها لنا بدقة، وصف شكل البداية، الرتق والفتق، النسيج. وتحدث هو كان كتلة واحدة. نعم، وتحدث عن شكل هذا النسيج عندما قال والسماء ذات الحبك. وتحدث عن التوسع وهروب المجرات. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وفي نفس الآية تحدث عن البناء الكوني. ووصف لنا أيضا شكل هذه السحب الكونية وشكل هذا البناء من خلال قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب الآن نريد أن نعلم إذا كان للكون بداية هل له نهاية؟ هذا سؤال إنسان يطرحه، لأن الملحدين والمشككين كانوا بيقولوا أنه ما فيش بداية وما فيش نهاية، الكون أزلي. فإذا لم يكن له بداية وليس له نهاية، إذن لا يوجد يوم بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب، وأن دورة الحياة ستتكرر إلى ما لا نهاية. إلى ما لا نهاية. نعم. طيب هنا ماذا كشف العلماء؟ وجدوا، ومعنا فيديو عن نهاية الكون يوم نطوي السماء يمكن نعرضه ونحن نتحدث. هذا الأمر حقيقة حير العلماء والباحثين. في البداية بدأوا يقولون صحيح إن الكون له بداية ولكن ليس له نهاية. وليس له نهاية. لاحظي هم الأول قالوا ما فيش بداية وما فيش نهاية. نعم. لما اكتشفوا البداية قالوا لا ده كده في بداية ولكن ما فيش نهاية. سيتوسع إلى ما لا نهاية، هكذا يقولون في دراساتهم العلمية. ولكن هذه النظرية لم تصمد كتير أمام الحقائق التي نراها بأعيننا. يعني. فاليوم عصر علم، لا يستطيع أحد، انظري هو يتخيل الكون وكأنه ورقة تطوى هكذا وسينتهي بانفجار عظيم هذا الكون، بانسحاق عظيم يسمى التمزق العظيم، نهاية الكون. القرآن وصفه لنا، ولكن دعينا نوضحه أكثر، نحلل ماذا يقول العلماء بالحرف الواحد.
في البداية هربوا من الاعتراف بأن الكون له نهاية، لأنهم إذا قالوا له نهاية معنى ذلك ماذا بعد هذه النهاية؟ إذن هناك البعث وهناك الحساب ويوم قيامة، وهم لا يريدون ذلك. فقالوا إن الكون سيبقى ليتوسع للأبد، يعني هو صحيح خلق أو وجد ولكنه هيفضل موجود سيبقى هكذا، وليس هناك أي دليل على أنه. ولكن درس العلماء ما يسمى طاقة داخل الكون، يقولون إن هذا الكون عندما يتوسع هو يبذل طاقة معينة، لأن الحركة تعني طاقة، وهذه المجرات والنجوم عندما تتشكل فالنجم له عمر، لأننا إذا قلنا سيبقى يتوسع للأبد هذا يعني أن النجوم لا تموت. طيب العلماء سجلوا حديثا موت بعض النجوم في انفجارات تسمى سوبر نوفا. هذه الانفجارات هائلة جدا وقوية جدا وتهز أرجاء الكون، تسمى موت النجوم. فأصبح لدينا حقيقة أخرى أيضا، إن النجوم لم يجدوا هتموت مجالا إلا أن يعترفوا بأن أن النجم له بداية وله نهاية. النجوم تموت. موت النجوم هذا إما أن يتحول النجم إلى ثقب أسود أو إلى نجم طارق، أو يتحول إلى عملاق أحمر، أو يتحول إلى سديم كوني. المهم أن النجم له نهاية، يموت أو بيخلص. وبالتالي فإن الطاقة الموجودة في الكون ليس لديها القدرة على أن تبقي هذا الكون يتوسع للأبد. لابد أن يأتي يوم تصل هذه الطاقة إلى المنطقة الحرجة، فيبدأ الكون بالانكماش على نفسه مرة ثانية من جديد. سبحان يعني الله. كما أنه بدأ كتلة من نقطة واحدة وتوسع هكذا، يرجع تاني، سيعود يرجع إلى نقطة واحدة. وبطريقة مرعبة يقولون إن الكون سينتهي بانسحاق عظيم مرعب، سوف تدمر هذه الكواكب والمجرات والنجوم والسدم الكونية والأرض وكل، وتضغط بشكل قوي جدا. هنا مرة واحدة طبعا هو عبر مراحل، عبر مراحل وليس خلال ثانية مثلا. والدليل على كده ان في حضرتك قلت ان في نجوم اصلا بتموت. او بتبقى مش موجودة. ولكن هنا حتى التعبير الذي اطلقوه كان تعبيرا عشوائيا. يعني كلمة تمزق عظيم وانسحاق عظيم تعني عشوائية، وقلنا لا عشوائية في الكون، ولكن هم لماذا يستخدمون هذه المصطلحات؟ علشان يقولوا انه ما فيش خالق. بالضبط. يقول لك العملية عشوائية بتحصل لوحدها. بدأ الكون بانفجار عظيم، لما هذه العبارة لم تعد علميا دقيقة قالوا توسع. قالوا سينتهي الكون بانسحاق وتمزق، بعد ذلك قالوا لا، سينتهي بعملية منظمة. سيطوى على نفسه ويعود كما بدأ. سبحان الله. طيب هنا القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما رأينا هذا العالم يطوي هذه الورقة، يقول الكون هكذا سيطوى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. بعض العلماء أراد أن يهرب حتى من الاعتراف بوجود خالق، فقال إن هذه العملية ستتكرر مرة أخرى. اللي هو بعد أن يطوى الكون يرجع مرة تانية ثم وهكذا إلى ما لا نهاية. هم يعني هناك هروب متعمد من الاعتراف بالخالق، ولكن حقيقة وجود الخالق تلاحقهم حتى في أعماقهم. يعني سبحان الله. هنا لابد أن نذكر دراسة علمية أجرتها باحثة في فنلندا جامعة هلسنكي. قالت أنا سأختبر حقيقة بعض الملحدين، هل
بالفعل الملحد ينكر وجود الله فعليا يعني، أم أنه يؤمن بالله ولكنه يكذب؟ فقامت بإحضار بعض الملحدين ووضعت أجهزة قياس لاختبار ماذا يحدث في داخلهم، فوجدت أنه بمجرد أن يلفظ اسم الله نجد أن هذا الملحد تحدث تغيرات في جسده تدل على خوفه من هذه الكلمة. خوفه؟ نعم، ولكن بعد هو كل اللي بيعمله؟ ولكن هو لا يعترف، هو يشعر في داخله بخوف. نعم، سبحان الله. لذلك هنا لو الإنسان يدي نفسه فرصة، وما ده يثبت إن الإنسان من جوه عنده حاجات كويسة كتير، بس بالزبط. هو اللي ممكن يطلعها وممكن يطلع الحاجات الوحشة. الإنسان يخلق على يخلق الفطرة، على الإيمان. فطرة الله التي فطر الناس عليها. فقالت الملحد يؤمن في قرارة نفسه بوجود إله، ولكن ظاهريا ينكر. صحيح. وهنا القرآن عبر عن هذه الحقيقة عندما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هو الذي يجعله ينكر التكبر وظلم النفس، هو نفسه من جوه مؤمنة بأنه في إله. سبحان الله. لذلك دراسة أيضا لجامعة أكسفورد، كل هذه عرضناها يعني موجودة على الموقع الإلكتروني. قالوا إن الإنسان يميل بفطرته للإيمان بوجود الله. كيف اكتشفوا ذلك؟ من خلال دراسة أجريت على الأطفال الرضع بعمر 6 أشهر تقريبا. 6 شهور؟ نعم. فبدأوا يتعرفون على خصائص هؤلاء الأطفال. قالوا إن الطفل بهذا العمر يميز بين الخير والشر، يميز بين العدل والظلم من خلال اختبارات. طبعا نحن ربما لا ندرك هذا في الطفل، ولكن هناك اختبارات. أن هذا الطفل عندما تعطيه مثلا حصة أقل من أخيه يبدي انزعاجا، ولكن يمكن قياس هذا الانزعاج في دماغه داخليا. حتى إن الطفل بعمر 2 شهر يميز بين الوجوه التي فيها خبث وفيها شر وبين الوجوه الطيبة. سبحان الله. فمجموعة كبيرة من الدراسات وجدوا بنتيجتها أن الطفل يخلق وهو مؤمن بوجود إله وبالقيامة يوم الآخر، وهذا الكلام منشور على موقع جامعة أكسفورد يعني. سبحان الله. فطبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة. والله تعالى ماذا قال؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن هي الفطرة السليمة. وبالتالي كل إنسان في داخله إيمان بالله، ولكن إما أن يؤمن فيما بعد أو ينكر ويكفر ويلحد ويستكبر. صح. طيب الآن كم بقي معنا لكي ربنا يجعلنا دائما من المؤمنين يا رب؟ لسه فضلنا 10 دقائق تقريبا. طيب نريد أن نتحدث الآن عن بعض الآيات الكونية في القرآن الكريم. أيوه. بعض الآيات الكونية. القرآن دعانا للنظر، قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب هذا فعل أمر، هل يعني قل انظروا يعني نجلس وننظر هكذا؟ لا، نعرف أكثر، البحث والدراسة والتفكر والتأمل. سبحان الله. يعني أنا عندما مثلا أذهب للقرآن الكريم وأجد آية كريمة تقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، كيف لنجم أن يهوي؟ كانوا قديما يظنون أن معنى هذه الآية هناك النيزك الذي يخترق الأرض، يظنونه نجم، وهوى يعني اقترب من الأرض. يقولون هذا هو التفسير، وهذا الكلام غير صحيح، لأن القرآن دقيق. والقرآن يميز بين النيزك والحجارة من السماء والنجم والكوكب بدقة يعني. التفسير أنه قبل سنوات قليلة فقط وجدوا أن هناك أجسام في الكون تسمى الثقوب السوداء. ثقوب سوداء، هذه الأجسام هي بعد أن يموت النجم كما تحدثنا. النجم مات ولكن لا يفنى، يتحول إلى ثقب أسود أحيانا إذا كان النجم أكبر من الشمس مثلا 10 مرات،
ينفجر. هو استنفذ وقوده بعد خلص. أن نفذ وقوده الشمس الآن تبث الضوء والحرارة من أين؟ من خلال الوقود النووي الهيدروجين، يعني هناك ذرات هيدروجين تندمج مع بعضها وتشكل ذرات هيليوم الأثقل، وبالتالي هذه الشمس تعطينا الضوء والحرارة، وهناك ملايين الأطنان من كتلتها كل ثانية تخسرها، وسوف يأتي يوم تستنفذ هذا الوقود وتنفجر على نفسها. نعم. فإذا كانت النجم كان النجم أكبر من الشمس مثلا 10 مرات 20 مرة، هناك نجوم أكبر من الشمس بألف المرات، سبحان الله، عندما تستنفذ وقودها وتنفجر يتشكل ثقب أسود. الثقب الأسود ما هو؟ هو عبارة عن مقبرة كونية، مقبرة عندما ينضغط على نفسه وبسبب الكتلة الهائلة له يتشكل مجال جاذبية ضخم جدا لا يتخيله عقل، يجذب كل شيء حتى الضوء، يجذب حتى الضوء لا يسمح له بالنفاذ بالانعكاس أو بالخروج. فلذلك يسمى ثقب أسود. لماذا؟ لأنه غير مرئي. طبعا القرآن هنا لم يسميه ثقب أسود، لأن هذه التسمية أيضا ثبت أنها غير صحيحة. القرآن يقول فلا أقسم بالخنس أي التي لا ترى، هو لا يرى، من خنس اختفى يعني. لذلك الشيطان يسمى الوسواس الخناس. ما معنى خنس؟ خناس لا يرى، يختفي يعني. فلا أقسم يعني بالنجوم المختفية الخنس، الجواري الكنس تكنس تشفط. فعندما يقترب نجم من هذه من هذا الثقب الأسود وعلى مسافة محددة، نجد أن هذا النجم يتهاوى بشدة إلى داخل هذا الثقب الأسود، يهوي. حتى هم يقولون إنه يهوي بشدة بسبب الجاذبية الهائلة لهذا الثقب، وبالتالي يسمونه مقبرة كونية، لأن الثقب الأسود تهوي فيه مليارات النجوم في داخله، يعني في داخله مليارات النجوم تهوي في داخله، ولدينا كل يوم هناك آلاف النجوم التي تهوي في ثقوب سوداء في الكون. لدينا في الكون أكثر من 100,000 مليون مجرة، في كل مجرة هناك أكثر من 100,000 مليون نجم، يعني هناك لدينا أرقام مهولة يعني. تريليونات من الثقوب السوداء كلها تبتلع النجوم. هو ده تفسير والنجم إذا هوى، يعني هذا أحد جوانب لنفهم الآية. أيوه. هناك جوانب أخرى طبعا. يعني هناك أيضا النجم عندما ينفجر لا ينفجر هكذا بل يهوي على نفسه أيضا. هذا تفسير آخر، ده برضو تفسير تاني. يعني النجم ينفجر للداخل، يتهاوى على نفسه باتجاه مركز الجاذبية. لذلك نجد أن النجوم عندما تنفجر يتشكل ثقب أسود صغير جدا، يتشكل نجم نيوتروني أيضا حجمه صغير إلى آخره. فهو يتهاوى على نفسه، والنجم إذا هوى، يعني أيها الملحد المشكك، عندما أنت رأيت، طبعا تم تصوير نجم يهوي قبل سنتين تقريبا، تم تصوير نجم يهوي في ثقب أسود، تم التقاط صورة له. نعم. فكما أنكم ترون أن هذه النجوم تهوي والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا النبي لم يضل ولم يهوي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والحقيقة حتى يعني وإنه كله بقى كل الحاجات وحي يوحى، يعني القرآن الكريم وحي يوحى. بالضبط. كل الأحداث اللي حصلت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام هي كانت وحي برضو للرسول ولينا، علشان نعرف ونتعلم إنه هو الخالق ربنا سبحانه وتعالى، وإنه كل اللي بيحصل في الكون ده بقدر الله عز وجل، وإنه حتى بقى منطبق ده بقى على نفسنا بقى، كل الأحداث اللي بتحصل للإنسان و سواء ابتلاءات او افراح او اي حاجه هي برضو بقدر الله سبحانه وتعالى، مقدره ومكتوبه. نعم. فهو يعني هو التفكر واللي ربنا امرنا بيه زي ما حضرتك ذكرت، ان هو امر من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ننظر في السماء، ننظر في انفسنا. نعم. ننظر في الكون كله، ده هو ده هي عباده. لذلك القرآن مدح
هؤلاء المتفكرين في سورة آل عمران، قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الليل فينظر في هذه النجوم ويتفكر ويكرر هذه الآية، يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهنا لماذا النبي يستعيذ بالله من عذاب النار في وقت أنا أصلا بقول سبحان الله فيه؟ كان الناس يعتقدون أن هذه النجوم كائنات لطيفة، هذه النجوم فيها في داخلها نار ملتهبة، يعني درجة حرارة بعض النجوم تصل إلى ملايين الدرجات المئوية، ملايين الدرجات، هي أشبه بجهنم. لذلك عندما يتفكر يستحضر عليه الصلاة والسلام عذاب جهنم، يقول فقنا عذاب النار. أنا فهمتها أنه اللي بينكر وجود ربنا سبحانه وتعالى والنجوم والحاجات دي هو برضو ليه عذاب النار. بالضبط. لذلك يعني العلماء اليوم يتحدثون عن انفجارات كونية، يتحدثون عن مثل هذا الثقب الأسود الذي إذا اقترب منه رحلة بلا رجعة، كل من يقترب منه يختفي ينتهي. السوبر نوفا، الانفجارات النجمية العملاقة، هذه تولد طاقة هائلة ودرجات تفني لو أن الأرضنا اقترب منها نجم عملاق وانفجر بجانبها سيفني الأرض، تذوب، تتبخر، تتحول إلى غبار. حضرتك بتقول أكبر من الشمس بقد إيه؟ فالتفكر في خلق الكون يدعونا أن نتفكر في هذه الانفجارات وهذه النيران، فنقول يا رب فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. وبالتالي كل إنسان ينبغي أن يتفكر في الكون. لماذا؟ لأن التفكر عبادة، يقربنا إلى الله عز وجل، يعرفنا بحقيقة أنفسنا، وندرك من خلاله أن هذه الحياة لا تستحق الهم والغم والتعب، وأن الهث وراء الشيء سنتركه وراءنا ثم نمضي إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هنا مفهوم الجهاد أوسع بكثير من جهاد السيف، طبعا. جهاد النفس، جهاد العلم، جهاد الصبر على الشهوات، الصبر على الأذى، الصبر على صعوبات الحياة. صحيح. وبالتالي التفكر في الكون يجعلنا يعني أكثر تواضعا وأكثر قرب إلى الله وأكثر قربا من الله نفسية في وأكثر الدنيا راحة نفسية، ونقدر نكمل ونستمر ونستحمل الحاجات وأكثر اللي صبرا على مشاكل الحياة. أنا بشكر حضرتك، نورتنا، سعداء جدا بوجود حضرتك دايما معانا، وبنتعلم ونستفيد جدا من حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا يا رب تكون حضراتكم استفدتوا، وإن شاء الله أشوف حضراتكم مرة تانية بألف خير في كلام هوايه. حتى يتبين لهم أنه الحق.